علينا من سحر وترنيش ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد عمو سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم مساء الخير أكون فرحانين لكم لهنا عمو يزيد أسعد 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 بتواجده معكم لهنا أنا أقول لكم كل عام وانتم بخير عطلة سعيدة ولكن يا أطفال ما تنساوش أنه كاين العطلة وكاين الجد يا أخي بعد كي تدخلوا تقراوا المثابرة لأنه والديكم يحبوكم تنجحوا تعرفوا الأغنية تاع بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة أروحي غنيها غنيها لهم بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة واسمك؟ اسمي ماري هوبي اوه رحبوا بها رحبوا بها صفقوا عليها صفقوا عليها فوالا مرحبا بك بنتي ديري بوسه لعمو يزيد بوسه لعمو يزيد بوسه لعمو يزيد الله يبارك اقعدي مع فرح واسمك وجدان بخاري وجدان بخاري شحال في عمرك 6 سنوات الله يبارك يلا تغنوا كامل معايا بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة يلا معايا كامل
بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. وها نحن اليوم في عطلة، جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا ونحن اليوم في عمر. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا ونحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا 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 شكرا. وها نحن اليوم في عطلة. يا أطفال، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. إذن يا أطفال، اللعب جميل، ولكن كل حاجة في مكانها وكل حاجة في بلاستها. يجب الجد، وقت اللعب لعب ووقت الجد جد. يا أخي، سؤال يقول: في أي يوم تأسست جمعية العلماء المسلمين؟ وفي أي سنة؟ في أي يوم تأسست جمعية العلماء المسلمين وفي أي سنة؟ بعت لها الميكرو. واسمك بنتي؟ وئام. شحال في عمرك وئام؟ 8 سنوات. وقتاش تأسست جمعية العلماء المسلمين؟ 15 مايو. لا لا، ماشي 15 مايو. يلا 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 يلا، جوزوا الميكرو. شوف الشباب هذا، شوف الشباب هذا. واسمك؟ واسمك رائد. وقتاش تأسست؟ 14 مايو. لا لا، تفضلي بنتي. واسمك؟ اسمي وئام. وقتاش؟ 17. لا لا، منا اعطي له الميكرو. 16 ابريل 1931. لا 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 لا، خلينا نشوفوا الشابه هذه. واسمك بنتي؟ ايه. ايه، وقتاش تأسست؟ 5 مايو. اي سنه؟ قعدي هنا، إلا واحد ما صاب السنة نعطوك الجائزة، إلا واحد صاب السنة نعطوها له. ليه؟ ولا نقسموها؟ رامي محمد نقسموها لهم، تهم جوج جائزات واحد واحد. خلاص، تعالي بنتي طلعوها. خلاص، أرواحي. أي سنة؟ أي سنة؟ شكون اللي حاب يجاوب؟ أعطي له الميكرو بينكو، يلا، أعطي له. وقتاش؟ 1955. لا لا،
سيدي يا صديقي العزيز 1950 نقول لك التأسيس تاع الجمعية 1955 راهي 15 سنة بعد وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس. إذن لازم قبل كي كان حي تعرفي بينجو. أعطي الميكرو لمن؟ شوف شكون جواب واسمك؟ عبد الجليل. عبد الجليل أي سنة؟ 75. 75 وين 75 هذه؟ لا لا العلامة عبد الحميد بن باديس توفى في 1940 إذا التأسيس يكون قبل ولا كيفاش؟ يلا بينجو شوفنا شوف الشطرة هذه بينجو لا يمرك شوف الشطرة هذه يلا واسمك؟ لازالي آلاء. آلاء وقتاش أي سنة؟ 1928. لا 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 يلا إجابة أخيرة عمو يزيد واش من سنة؟ أوكي رايقتها الشطرة هذه 1931. إذن بنتي رامي راعي البرنامج أعطيني الهدية تاعها. إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد حصة ولادنا تحت جناحنا وعمو يزيد شو يهديك هذه الهدية متواضعة تستفدي بها إن شاء الله. تفضلي بنتي. شكرا. العفو بنتي العفو تفضلي 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 تفضلي. واش لازم نديرو باش ننجحو؟ واش لازم نديرو؟ واش نديرو؟ نجتهدو. نجتهدو؟ نحافظو على السكوت. واش نديرو؟ نحافظو على السكوت. حافظو على السكوت؟ نقراو. نقراو؟ نحترمو. واش نديرو كي نروحو للبيت باش ننجحو؟ احترام. احترام؟ ندرسو في المنزل. واش نديرو؟ نطيعو والدينا. طيعوهم. طيعوا الوالدين واش نديروا باش ننجحوا؟ ما دخلناش ماما نقراو نرجعوا دروسنا. واش نديروا؟ ورجعت الدورو. واش نديروا؟ نقول السلام عليكم. واش نديروا باش ننجحوا في البيت؟ ننجز واجبات. نديروا الواجبات. ندير خلاص ابوها نديروا الواجبات. عمو يزيد دار لكم اغنيه نقول فيها ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا تغنوا كامل معايا ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب.
بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا شكرا شكرا. غنوا كامل معايا. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستوقف بأشد العقاب. ولكن يا أطفال لازم تأكدوا على المقطع الأخير اللي يقول فيه من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. برافو. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ما سمعت والو. لازم حارة تفيقة كامل حارة. نحبكم بزاف بزاف بزاف. وانتم تحبوا عمو يزيد. إذن أعطيكم الصحة، حفل من أروع ما يكون، ولكن شوية تاع نظام. عمو يزيد اليوم جاب لكم هدية من عند رامي وأجل، كل واحد راح ياخذ أن سيدي. ديتو سيدي؟ أوكي، كي تجو اللي ما داش سيدي من فضلكم، سيدي لكل عائلة، كي تجو خارجين في الستون تاع رامي، كل واحد يقتني سيدي فيه 22 أغنية للأطفال، هدية من عند عمو يزيد. وشركة رامي وشركة أجل كذلك. إذن شكرا 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 يا أطفال. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ اليوم العالمي لحقوق الطفل نعطيكم. شوف أعطي لهم الميكرو. واسمك بنتي؟ ملك. واش هو الجواب؟ 14 مارس. لا لا مش 14 مارس. لا لا. اليوم العالمي لحقوق الطفل. لا. عطوا لها الميكرو الشاطرة. واسمك بنتي؟ يوم 8 ماي. وقتاش؟ يوم 8 ماي. لا لا. واش؟ شوف الشاطر هذا. لا لا مش وقتاش 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 21 جوان 21 مره البرومي مره ال 25 قلتهم كامل. نعطيكم. لا لا ماشي البرومي ماشي ال 25. وقتاش 19 جوان 6 جوان. لا لا اعطي له الميكرو. أو قالها قالها معليش. واسمك؟ 89 نوفمبر 89 نوفمبر. وليدي يعقوب مروة. واش ضحكني؟ على بالي على بالي. لا ماشي مشكل أعطي له الميكرو. واش من نهار؟ 89 89 فوالا 20 نوفمبر 20 نوفمبر. واش سنة؟ 89
تعال نقبلوا الجواب تاعك. قالتوا يماك بصح معليش اروح تعال معليش معليش عنده الجواب الصحيح عنده الجواب الصحيح تعال تعال عنده الجواب الصحيح ولكن يماك شفت في انترنت شفت في انترنت يماك كان تعرفوا قريت عليه قريت عليه واش من يوم 89 89 واش نوفمبر 89 نوفمبر 20 نوفمبر من سنة 89 واش من 89 2089 3089 واش 89 واش من بصح 989 اكسير ما نسيتش حاجة خبي له عينيه على يماه باش ما يجوش فيها وقتاش 1989 برافو برافو معليش حنا نمزحوا برك معاه صديقنا يا اطفال نورمالمون تكونوا قريتوها 20 نوفمبر 1989 اما دم معليش 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 ما سمعناهش ما سمعناش المره الجايه نشوف فيك قلقش روحك اعطيه الهديه تاعو اذا وليدي مهبول يهديك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفاد بها ولدي إذن يوم 20 نوفمبر تفضل ولدي برافو عليك الشاطر برافو إذن عمو مراد في ألعاب الخفة إذن ما هو الشيء الذي أعطيكم لغة سهل ولا صعيب سهل خلاص لدي خمسة إصبع لكنها ليست لا من لحم ولا من عظام ما فيها لا عظام لا لحم ولكن عندي خمس إصبعتين من أنا بينجو شوفنا أصدقائنا تم شكون يعرف الجواب معلش نشوفوا شوية في أصدقائنا اللي راهم الفوق لهيك يلا بينجو شكون اللي عنده الجواب؟ واسمك؟ محمد الأمين بوزية محمد خمس سنوات لا لا ماشي خمس سماوات لا لا معليش نشوفوا أصدقائنا اللي راهم لهيك واسمك واسمك بنتي؟ سارة سارة وش هو الجواب؟ قزقوزح قزقوزح لا 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 شوف أصدقائنا لامين
واسمك؟ لميس. واسمك؟ لميس. لميس، وش هو الجواب؟ اخطبوط. اخطبوط؟ لا لا، ماشي الاخطبوط. يلا واسمك؟ ايا. وش هو الجواب؟ ماشي هو الجواب. قفازات. وش هو؟ وش هو؟ قفازات. القفاز، برافو برافو، هو القفاز. إذن تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي، نعطوك الهدية تاعك. إذن كاين إنسان وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصى عليه بزاف بزاف بزاف، شكون؟ بينغو، شكون؟ شكون؟ ماشي نسمع، شكون؟ 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 برافو. إذا كون ما نقدروش نعطيكم كادوات كاع، الجار، برافو، يعطيكم الصحة. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها: جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، لما جاره غاب عليه ما شافوش، تسأل يا هل ترى، هل أنت مريض، غبت عن الأنظار. إذن يا أطفال، الجار مهم جدا في حياتنا. الجار هو اللي نلعبوا مع أولاده، أولاده يلعبوا معنا، هو اللي يرد باله على الدار كي نسافروا، هو اللي يرد باله على أولادنا. احنا بكري كنا لما نرجعوا من المدرسة، الوالدين ما يكونوش في الدار، كنا نروحوا عند الجار نستناو والدينا. الجار مهم. إذن يا أطفال، احترام الجار مهم جدا جدا جدا. نعطوا الهدية للشاطرة هذه ونغنوا الأغنية تاع الجار. واسمك بنتي؟ آية. آية. إذن آية جاوبتنا على القفاز، أعطوني الهدية تاعها. آية، آية، عمو يزيد يهديك هذه الهدية المتواضعة، مهداة من رامي، راعي برنامج مع عمو يزيد، حصة ولدنا تحت جناحنا، وعمو يزيد شو، إن شاء الله تستفادي بها. واش خويا الأطفال هذو؟ إن شاء الله ينجحوا. إن شاء الله ينجحوا، برافو بنتي، برافو 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 برافو. إذن تغنوا كامل معايا: جاري يا جاري مختار، يلا معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قلي قلي ما الأخبار، حالك أحسن طمني، قلي قلي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار.
أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا 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 شكرا. السلام عليكم. نقول عمو يزيد يعطيك الصحة اللي جيتوا فرحت دراري وإن شاء الله تعاود تولينا مرة أخرى وربي معكم وربي يقدركم إن شاء الله. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة وإن شاء الله يعاود لنا مبادرة هكذا كيما البليدة دراري ولادنا راه مشتاقين حفلات هكذا. نشكر بزاف عمو يزيد وعمو مراد على هذه الإضافة ونقولوا نحبك بزاف. عاود تجيب لنا عمو يزيد. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف اللي جاب رحب بينا ونشكروا الناس الغرب. أنا من الغرب. نحبوا عمو يزيد وعاودوا ردوه لنا. نحبوا عمو يزيد بزاف ونشكروا على هذه الحفلة اللي قمنا بها. نشكر عمو عزيز يزيد على هذه الضيفة اللي درها لنا وإن شاء الله يعاود يديرها لنا مرة واحدة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك الصحة عمو يزيد بوغ ربي يقدرك إن شاء الله على لي زونفون اللي فرحتهم تاع لاجيري كامل. نشكر عمو يزيد باش يعاود يولي. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلو. هذا البرنامج برعاية رامي. توب جافيل الجديد بتركيبته الفعالة يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. توب جافيل الجديد. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.